1 بتتكلم على سيستمز سيستمز اللي هي الانظمه اي مجموعه اشياء بتشتغل مع بعض بطريقه متكامله تسمى سيستم نظام كونسبت 1 بيتكلم على ذا سيل از a system ذا سيل از a system اللي هي الخليه كنظام ايه الخليه دي عباره عن ايه الخليه احنا ربنا خالق اجسامنا واجسام الكائنات الحيه عامه بيتكون من مجموعة systems the body of living organism consists of systems يعني جسم الكائن الحي بيتكون من مجموعة system مجموعة أجهزة زي digestive system digestive system اللي هو الجهاز الهضمي respiratory system respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي لو أخدنا وليكن circulatory system circulatory system اللي هو الجهاز الدوري طيب اي سيستم بيتكون من ايه each سيستم كونسيست اوف organs. ايتش سيستم كونسيست اوف اورجانز يعني اي جهاز بيتكون من مجموعه اعضاء زي circulatory سيستم كده اللي هو الجهاز الدوري اللي هو القلب والبلاد vessels والاوعيه الدمويه عضو منه وليكن هارت هارت اللي هو القلب فده يعتبر اورجان فالهارت هو اورجان موجود في سيستم موجود في جهاز ومجموعه السيستمز مع بعض بتكون البادي بتكون الجسم بتاع الكائن الحي. طب لو جينا خدنا اورجان لوحده الاورجان بيتكون من ايه؟ ايتش اورجان كونسيس اوف تيشوز ايتش اورجان كونسيس اوف تيشوز بيتكون من مجموعه انسجه يبقى الاورجان كونسيس اوف او ميد اب اوف تيشوز بيتكون من مجموعه انسجه طب يا ترى النسيج ده هو عباره عن ايه؟ ايتش تيشو كل نسيج عندنا كونسيست اوف يتكون من سيميلار سيلز من مجموعه خلايا بجوار بعض متشابهه يبقى البادي كونسيست اوف سيستمز ايتش سيستم كونسيست اوف اورجانز ايتش اورجان كونسيست اوف تيشوز التيشو بيتكون من سيميلار سيلز طب ما تيجي نتكلم على السل ايه هي السيل دي وحجمها قد ايه وايه عباره عن ايه لو جينا شفنا السل definition كتعريف فالسل دي هي اصغر حاجه بتبني جسم اي كائن حي اصغر حاجه بتبني جسم اي كائن حي عشان كده لما نيجي نشوف الديفينيشن اوف ذا سيل ذا سيل اتس ذا مين بيلدينج يونت مين بيلدينج يعني هي وحده البناء الاساسيه اوف living اورجانيزمز للكائنات الحيه او اتس ذا مين بيلدينج بلوك مين بيلدينج بلوك اوف living اورجانيزمز يعني هي أصغر شيء بيبني جسم الكائن الحي، بس خلي بالك لو جينا شفنا الكائنات الحية هنلاقي في عندنا نوعين من السيلز، نوعين من الخلايا دي اسمها plant cell، plant cell اللي هي الخلايا النباتية ودي اللي موجودة في كل أنواع النباتات، كل أنواع النباتات تحتوي على plant cell، ودي اسمها animal cell، animal cell اللي هي الخلية الحيوانية ودي اللي بتكون جسم الانسان وجسم باقي الحيوانات يبقى we have two types of cells عندنا نوعين من السيلز plant cell and animal cell في كلتا الحالتين فهي اصغر وحده بنائيه لجسم اي كان حي عشان كده ذا cell اتس the main building يونت مين building يونت هي وحده البناء الاساسيه او بيلدينج بلوك اوف ليفنج اورجانيزمز للكائنات الحيه نتكلم شويه كده عن السيلز كده نمبر 1 ذا سيل از ذا سمولست اور تايني بيلدينج يونت اوف لايف يعني اصغر وحده بنائيه في الحياه بالنسبه للكائنات الحيه اصغر وحده بنائيه في الحياه بالنسبه للكائنات الحيه لو جينا شفنا كده الجسم بتاع الكائن الحي قلنا بيتكون اصغر حاجه فيه من سيل خليه الخليه دي طبعا صغيره قوي ما تشوفش بالعين عشان نشوفها محتاجين مايكروسكوب طيب هل السل دي ملهاش اهميه؟ السل دي هي اللي بتقوم بكل الوظائف اللي بتتم في جسمك يعني اي وظيفه بتتم في جسم الكائن الحي مين اللي بيقوم بيها الاول هي السل اساسا عشان كده ذا cell is the smallest or tiny building unit of life and it's responsible for responsible for مسؤول عن all process كل العمليات اللي بتتم في الجسم عمليه انتاج الطاقه في الجسم بتتم فين من داخل السيلز من داخل الخلايا عمليه هضم الطعام بتتم فين في الجهاز الهضمي طب مين اللي بيقوم بيها هي السيلز نفسها هي الخلايا نفسها عشان كده السيلز دي اي cell carries out بتقوم ب all its all life activities بتقوم بكل الانشطه الحياتيه يعني كل الانشطه اللي بتحافظ على حياتها وما دام الخليه محافظه على حياتها يبقى الجسم كله محافظ على حياته. نمبر 2 يا ترى السيلز موجوده فين حوالينا في الكائنات الحيه فقط. يعني ما تجيبليش شيء غير حي وتقول لي ده بيتكون من سيلز. لا ما بيتكونش من سيلز بيتكون من بارتكلز زي ما خدنا قبل كده او بعد كده ناخد مولكيولز اللي هي الجزيئات والاتومز. عشان كده السيلز ار فاوند ان ذا بوديز اوف ليفنج اورجانيزمز اونلي سيلز ار فاوند ان بوديز موجوده في اجسام ليفنج اورجانيزمز اونلي موجوده في اجسام الكائنات الحيه فقط ما تمسكليش بيس اوف روك يعني قطعه صخر او قطعه طوبه وتقول لي دي بتتكون من سيلز اللي بيتكون من سيلز هي الليفنج اورجانيزمز اونلي اللي هي الكائنات الحيه فقط طيب يا ترى السيل دي حاجة بسيطة ولا حاجة معقدة؟ هي كحجم صغيرة ولكنها كتركيب معقدة. كحجم هي صغيرة اه ولكن التركيب بتاعها تركيب معقد متكون من حاجات كتير. The cell is complex structure. Complex structure يعني هي تركيب معقد. طب السل ده عشان تفضل عايشة محتاجة ايه؟ محتاجة ايه عشان تفضل عايشة؟ محتاجة انرجي محتاجة طاقة. عشان تفضل عايشة محتاجة انرجي محتاجة طاقة. طب بتجيب الطاقة بتاعتها منين؟ عشان كده السيل دي نيد فود اكسجين اند ووتر نيد فود اكسجين اند ووتر يعني انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس الاكسجين علشان يخش جوه جسمك تفضل عايش مين اللي بيحتاج الفود والاكسجين والووتر في جسمك هي السيلز نفسها هي الخلايا نفسها بتاعت جسمك الخلايا نفسها بتاعت جسمك need food, oxygen and water to get energy. طيب ايه أهمية السيلز في جسمك؟ شوف أنت جسمك بيعمل إيه؟ شوف جسمك بيعمل إيه؟ وتعرف اللي جسمك بيعمله هي دي اللي بتقوم بيها السيلز. يعني السيلز ار امبورتنت مهم قوي جسمنا بيكوز سيلز كاري اوت بتقوم اول ذا فانكشن بكل الوظائف ذات اورجانيزم سنيد اللي محتاجها تو ستيل الايف عشان يفضل حي تو ليف زي ايه عندنا؟ جروينج يعني انت لما بتتم عمليه النمو بتكبر شويه جسمك بيكبر شويه مين اللي قام بعمليه النمو السيلز بتاعه جسمك نفسها Repairing themselves يعني بتقوم باصلاح نفسها لو انت اتعورت اول ما بتتعور الجلد بتاعك بيحصل له قطع بسيط طيب الجلد ده عشان يرجع تاني يتم اصلاحه مين اللي بيتم اصلاحه في الحاله دي؟ بناخد مجموعه ادويه بتساعد السيلز بتساعد السيلز في عمليه ريبيرنج ذيم سيلف اصلاح نفسها يعني اللي بيصلح الجسم هي مين السيلز نفسها واحد وليكن عنده عظمه اتكسرت في الحاله دي العظم ازاي بيلحم في بعضه لازم السيلز هي اللي بتقوم بعمليه الاصلاح السيلز هي اللي بتقوم بعمليه الاصلاح هي اللي بتصلح الكسر ده هنعرف ازاي بتعمل حاجه اسمها ديفيجن يعني بتقوم بعمليه انقسامات والانقسامات دي هي اللي بتتم فيها عمليه اصلاح الجسم كمان السيلز هي اللي بتقوم بالبرودكشن production عمليه التكاثر الكائن الحي من ساعه ما كان موجود سيل عباره عن خليه واحده لغايه تم كبر وبقى جنين عمليه التكاثر دي دي بتتم عن طريق السيلز. كمان السيلز هي اللي ريسبوند ريسبوند يعني تعمل عمليه ريسبوندنج تو انفايرمنت هي اللي بتستجيب للبيئه. لما جلدك يحس ان الجو حر جميل مين اللي حس ان الجو حر؟ السيلز الخلايا اللي بتاعت جلدك الخلايا العصبيه كمان الموجوده في جلدك يبقى السيلز هي اللي حست كمان بالانفايرمنت بالبيئه اللي حواليك. طيب إحنا قلنا we have how many types of cells؟ عم نركب نعم cells؟ two types plant cell, plant cell, and animal cell, and animal cell هل الـ plant cell في الشكل زي الـ animal cell؟ لا طب هل الـ plant cell كـ size كحجم زي الـ animal cell؟ برضو لا يبقى plant cell and animal cell are different مختلفين في حاجتين in shape shape في الشكل and size وفي الحجم يبقى plant cell and animal cell are different in shape and size shape and size يعني في الشكل وفي الحجم طب نشوف كده size of cells بشكل عام هل كل الخلايا اللي في الدنيا ليها نفس size ليها نفس الحجم؟ العلماء لقوا إن الخلايا اللي في الدنيا بتختلف في الحجم في منها صغير جدا 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 ما حدش يقدر يشوفه عشان نشوفه محتاجين اجهزه عاليه قوي وفي منها يعتبر صغير برضه مش هتشوفه بعينيك بس محتاج مايكروسكوب تقدر تشوفه وفي منها ممكن تشوفه بعينيك عادي خالص فعشان كده مع بعض كده واحده واحده موست سيلز موست سيلز معظم الخلايا في الدنيا كان بي سين ويز مايكروسكوب عشان تشوفها محتاج ايه مايكروسكوب معظم الخلايا انت مش هتشوفها بعينيك عشان تشوفها محتاج مايكروسكوب الميكروسكوب طيب هي صغيره يعني الخلايا دي طبعا صغيره طب انا بشوف كويس لا خلي بالك عينيك لها حدود انك تعرف تشوف بيها هيومن اي عين الانسان كان سي اوبجكتس كان سي objects تشوف الاشياء ذات ار اباوت حوالي قد ايه بقى الطول بتاعها 0.1 ملم لونج اللي هي طولها حوالي 0.1 من المليمتر يعني تجيب مليمتر وتقسمه 10 بارتس 10 اجزاء هي بارت من ال 10 بارتس من المليمتر طبعا دي حاجه صغيره جدا حاجه كده تكو... تكاد تكون في رفع الشعره وارفع منها كمان اند مور طب نشوف كده انواع السيلز حسب السايز انواع السيلز حسب السايز most cells are very small most يعني معظم الخلايا are very small صغيرة جدا ولكن في عندنا some cells some cells بعض الخلايا are very large مش كتير دي دي مش كتير عشان كده بنقول some بعض some cells are very large طب مع بعض كده يا ترى هات لي اكزامبل على cells اللي هي very small زي the plant cell and animal cell plant cell and animal cell لما نيجي نشوف البلانت سيل والانيمال سيل هنلاقيهم دول فيري سمول صغيرين قوي عينيك ما تعرفش تشوفهم طيب هما دول الطول بتاعهم بيتراوح قد ايه؟ زي ار بتوين بص كده الطول بتاعهم من كام لكام؟ 0.005 تو 0.1 ملم mm. طبعا دي حاجه صغيره جدا حاجه صغيره جدا عشان كده عينيك ما تعرفش تشوف البلانت سيل والانيمال سيل يبقى البلانت سيل والانيمال سيل زي ار بتوين اللينث بتعمل قد ايه 0.005 to 0.1 ملم ده السايز بتاعهم طب عشان نشوفهم محتاجين ايه you will نيد مايكروسكوب you need مايكروسكوب هتحتاج مايكروسكوب تو سي ذم عشان تعرف تشوفهم لا مشكلة كده وبس ده في كمان اصغر منهم كمان في كمان اصغر منهم في كائنات حجمها اصغر من السايز ده زي البكتيريا بكتيريا اللي هي البكتيريا بكتيريا از ليفنج اورجانيزم دي كائن حي كل جسمها بيتكون من 1 سيل يعني هي كلها على بعضها كام سيل؟ 1 سيل اتس بادي كونسيست اوف يعني الجسم بتاعها كونسيست اوف 1 سيل اونلي خليها واحده بس يبقى البادي بتاعها هاو ميني سيلز 1 سيل اونلي ويز لينز طيب هي طولها قد ايه؟ ليس اقل من الرقم ده اللي هو 0.005 ملم mm. اقل من 0.005 ملم mm. طبعا حجمها صغير جدا جدا في نوع تاني من السيلز نقدر نشوفها عشان هي فيري لارج نقدر نشوفها بعينينا اه وي كان سي ذيم ويز نيك اي وي كان سي ذيم ويز نيك اي نشوفهم بعينينا ويزاوت مايكروسكوب من غير مايكروسكوب زي مين؟ زي Unfertilized Bird Egg Unfertilized Bird Egg يعني البيضه بتاعت الطائر العاديه اللي هي البيضه العادي بتاعنا بتكون Unfertilized غير مخصبه يعني ما فيهاش كتقوت Unfertilized Bird Egg اللي هي البيضه العاديه بتاعتنا ايه ده؟ هي البيضه دي تعتبر سل؟ اه تعتبر سل دي كده تعتبر سل وخليه متكامله كمان طب تعال نتكلم بقى على الكائنات الحيه يعني هنركن شويه السل ونشوف الكائنات الحيه ولكن هنتكلم على انواع الكائنات الحيه حسب عدد السيلز اللي فيها يعني شوف جسمها بيتكون من كام سيل انت قلت البكتيريا بتتكون من 1 سيل واحنا جسمنا اكيد مش 1 سيل عشان كده ليفنج اورجانيزمز الكائنات الحيه ار كلاسيفايد يتم تصنيفها ديفايدد نقدر ان احنا نقسمها according to number of cells حسب عدد الخلايا بتاع جسمها living organisms are classified نقدر نقسمها according to number of cells حسب عدد الخلايا بتاع جسمها into two types number one number one unicellular unicellular organisms unicellular organisms unicellular organisms, organisms, organisms كائنات وحيدة الخلية Unicellular organisms كائنات وحيدة الخلية Number two Multicellular organisms Multicellular organisms معناها كائنات متعددة الخلية واضح من الاسم ان اليوني Cellular organisms كائنات وحيدة الخلية دي جسمها بيتكون من ايه؟ They are organisms made of only how many cells one cell only يعني ايه جسمها بيتكون من كام سيل؟ 1 سيل اونلي، خليها واحده بس. كل جسمها عباره عن كام سيل؟ 1 سيل، عشان كده بنقول عليها اسمها يوني سيلولار اورجانيزم. من الاكزامبل بكتيريا. بكتيريا اللي هي البكتيريا. فالبكتيريا دي تعتبر يوني سيلولار اورجانيزم بيكوز اتس بادي ميد اوف جسمها بيتكون من 1 سيل اونلي. اما المالتي سيلولار اورجانيزمز مالتي سيلولار اورجانيزمز فدي الكائنات اللي بتكون جسمها من <applause> خلايا متعدده كتير عدده كتير they are organisms that made up of تتكون من more than one cell more than one cell اكتر من خليه تتكون جسمها من اكتر من خليه او many cells من الاكزامبلز معظم الكائنات اللي حواليك complex organisms الكائنات اللي هي جسمها معقد شويه بتكون من مجموعه اجهزه زي الهيومن الانسان والانيمالز والحيوانات والبلانتس والنباتات كل دول تعتبر مالتي سيلولار اورجانيزم عشان كده ليه الانيمال is considered مالتي سيلولار اورجانيزم بيكوز اتس بودي ميد up of جسم مكون من مور ذان one سيل او ميني سيلز من خلايا متعدده احنا قلنا ان الخلايا هي اللي مسؤوله عن عمليه الجروينج او الجروس اللي هو النمو طب ازاي الخلايا هي المسؤوله عن عمليه النمو بتاع الكائن الحي لو جينا شفنا الكائنات الحيه وانت طفل صغير كل ما بتكبر شويه جسمك بيكبر طب يعني جسمك بيكبر يعني عدد خلايا الجلد بتزيد عدد خلايا العظم بتزيد عدد الخلايا عامه الموجوده في جسمك بتزيد طب بتزيد ازاي بتزيد بالحجم يعني لا مش بالحجم الخليه تقدر ان هي تنقسم وتبقى اتنين والاتنين يبقوا اربعة والاربعة يكونوا ثمانية يعني بيزيدوا كنمبر بيزيدوا كنمبر كعدد فالنمو بيعتمد على زيادة عدد السيلز وليس زيادة حجم السيلز ليفنج organisms الكائنات الحية grow and reproduce تقدر ان هي تنمو وتتكاثر by increasing number of cells by increasing number of cells بزيادة عدد الخلايا يعني مثلا لو جينا بصينا على السيل دي الخلية دي الخلية دي بدأ يحصل لها انقسام هتبقى من 1 هتبقى 2 طب الثانية دي جت منين؟ من الخلية الموجودة فعلا دي يبقى هنا زاد العدد طب ال 2 يبقوا 4 وال 4 يبقوا 8 وال 8 يبقوا 16 وهكذا إذا بتتم عملية الجروينج growing أو grow and reproduce اللي هي ينمو ويتكاثر by increasing number of cells increasing number ما حدش يقول لي by increasing size cells الخلايا don't increase in size cells don't increase in size الخلايا ما بتزيدش في الحجم بتزيد كنمبر واحد عنده سور والسور ده عاوز يكبره شويه هل بيقول للطوب حجمه يزيد ولا بيقول هحط طوب اكتر يعني نزود عدد الطوب هيزود عدد الطوب يبقى ليفنج اورجانزمز كان جرو اند ريبرودوس باي انكريسنج نمبر اوف سيلز طب يا ترى الخلايا الجديده جت منين نيو سيلز كام فروم اكزيستينج سيلز يعني الخلايا الجديده جت من خلايا موجوده بالفعل الخلايا الموجوده تنقسم ويزيد العدد بتاعها يبقى new cells come from تأتي من existing cells تأتي من خلايا موجودة بالفعل تعالوا نقارن ما بين الـ plant cell والanimal cell plant cell والanimal cell نشوف كده هل في تشابه ما بين plant cell والanimal cell وفي اختلافات بين الـ plant cell والanimal cell مع بعض كده number one animal cells are different from plant cells again animal cells are different from plant cells الخلايا النباتيه فيها اختلافات عن الانيمال سيلز عن الخلايا الحيوانيه ما ننساش الخلايا النباتيه دي بتكون النبات والنبات ده بيعمل اكله بنفسه النبات ثابت في الارض ما بيتحركش النبات محتاج ان هو يخزن فود وووتر انما الخلايا الحيوانيه موجوده في الكائنات اللي هي ما بتعملش اكل بنفسها هي بتروح تدور على اكلها مش محتاجه تخزن الاكل في جسمها لان هي كل ما بتجوع بتروح تدور على اكل عشان تاكل فهنا الانيمال سيلز ار ديفرنت فروم بلانت سيل في اختلافات ما بينهم يعني السيلز ان ديفرنت ليفنج organisms ار نوت سيميلار يعني الخلايا في اجسام الكائنات الحيه مش شبه بعض بس الكائنات الحيه المختلفه طيب ايه من اوجه الاختلافات اللي ما بينهم من اوجه الاختلافات ان البلانت سيل عندها من بره كده حاجه اسمها سيل وول سيل وول سيل وول اللي هو جدار الخليه انما الانيمال سيل ما عندهاش السيل وول يبقى نمبر 2 بلانت سيل هاز ا اه سيل وول بلانت سيل هاز ا اه سيل وول يعني البلانت سيل فيها سيل وول جدار الخليه جدار الخليه But animal cell doesn't have cell wall. الأنيمال animal cell ما عندهاش cell wall. كمان هل الانيمال سيل الموجوده في جسمنا كلها شكل واحد؟ لا طبعا اشكالها مختلفه لان كل خليه بتقوم بوظيفه غير الثانيه. يعني مثلا خلايا العظم تلاقيها مختلفه شويه عن خلايا العضلات. خلايا العظم عاوزه تكون متشابكه وماسكه في بعضها قوي وجامده. خلايا العضلات عاوزه تكون مرنه وتقدر ان تتحرك. فعشان كده اور بادز جسمنا كونتين يحتوي على many different kinds of cells انواع مختلفه من السيلز with different function يعني لو جينا بصينا لدي دي, دي كده عباره عن بون سيل خليه من الخلايا العظم ودي عباره عن ماسل سيل خليه عضلات ودي ريد بلاد سيل يعني دي خليه دم حمراء كل واحده من دي بتقوم بوظيفه غير الثانيه ولكن هم كلهم عباره عن animal cell هم كلهم عبارة عن animal cell number 4 all cells جميع الخلايا consists of تتكون من cell membrane cell membrane والخلايا تتكون من cell membrane أو بلازما membrane غشاء الخلية غشاء الخلية غير cell wall غير جدار الخلية إيه cell membrane ده غشاء موجود بعد الـ الـ <خصك يتف respond> cell wall في plant cell وموجود برا في animal cell موجود بعد السل وول في البلانت سيل وموجود من الخارج في الانيمال سيل طيب كمان يعني السيل membrane موجود فيهم هما الاثنين بلانت سيل وانيمال سيل اما السيل وول موجود فين بلانت سيل اونلي نمبر 5 في حاجه هنا مهمه قوي اسمها نيوكلياس نيوكليس اللي هي النواه موجوده في كل السيلز موجوده في كل السيلز فيما عدا بعض السيلز يعني مش كل السيلز عندهم النيوكليوس زي مين زي دي دي بركز فيها كده قوي دي اسمها ايه ريد بلاد سيلز ريد بلاد سيلز خلايا دم حمراء طب ايه اللي مخليها مبططه كده ايه اللي مخليها مبططه ونزل لتحت شويه كده ما فيهاش نيوكليوس ما فيهاش نيوكليوس ما فيهاش, فيهاش نواه ودي سبحان الله لان الريد بلاد سيلز دي هي اللي بتحمل الاكسجين في جسمنا وتمشي بيه وتوصله لكل السيلز فعشان كده لو هي كانت بالمنظر الدائري دي كانت هتشيل ازاي الاكسجين كان هيبقى صعب عليها. انما بالمنظر ده وفيها تجويف كمان اهي عشان ما فيش نيوكليس تقدر ان هي تشيل الاكسجين بسهوله وتوديه كل حته في الجسم. عشان كده not all animal cells مش كل الانيمال cells have nucleus. مش كل الانيمال cells not all animal cells have nucleus such as زي red blood cells. يبقى الريد بلاد سيلز دازنت كونتين نيوكليوس ما فيهاش نيوكليوس ما فيهاش نواه طيب نتكلم على ده اللي هو السيل ميمبرين او البلازما ميمبرين اللي هو غشاء الخليه او الغشاء البلازمي هل ده ليه اهميه طبعا ليه اهميه كبيره جدا طب ايه اهميته الغشاء ده هو اللي كنترولز هو اللي ريجوليتس بينظم او يتحكم which substances كان انتر or leave the cell هو اللي بيتحكم في المواد اللي بتدخل انتر اور او, أو بتخرج من السل عامل بالظبط زي الجاردس اللي هما الحراس لو عندك كومباوند بتلاقي الحراس موجودين عليه انت رايح فين جاي منين كنت فين آه انا محتاج الاستاذ فلان لا هو مش موجود مش هينفع تخش فهم بيدخلوا بقى البلازما ميمبرين او السيل ميمبرين بيدخل المواد حسب احتياجات الخليه يعني الخليه لو مو... هي محتاجه الماده دي بيقول لها اتفضلي يا ماده دي اتفضلي الخليه مش محتاجاها ما بيدخلهاش عشان كده السيل ميمبرين ات كنترولز ات كنترولز او ريجوليتس ويتش سبستانسز كان انتر اور ليف ذا سيل من المواد اللي تقدر انتر تدخل اور ليف ذا سيل او تخرج كمان هو ده المتحكم الاساسي في الووتر الميه اللي بتخش للسيل او بتخرج من السيل سيل ميمبرين الاوز ووتر بيسمح للميه تو انتر ذا سيل بيقول للميه قدر الامكان اتفضلي ما بيعكش حركه الميه انها تخش للسل لان الميه دي حاجه مهمه جدا بيزك نيد بيكوز ووتر از بيزك نيد الميه دي من الاحتياجات الاساسيه فور ذا سيل تو ليف من الاحتياجات الاساسيه للسل عشان تظل على قيد الحياه انت ما تقدرش تعيش لفتره طويله من غير ميه طب مين اللي محتاج الميه في الاساس هي السيلز بتاعتك هي الخلايا نمبر 3 طب افرض كان كميه الميه اللي دخلت جوه السيل كانت كتيره شويه بزياده شويه بيقول لل... للووتر الموجوده جوه ممكن تتفضلي بيسمح لها ان هي تخرج عشان الخليه ما يحصلهاش انتفاخ وتنفجر ذا سيل ميمبرين او بلازما ميمبرين اللاوز بيسمح للاكسس ووتر اكسس ووتر اللي هي الميه الزياده تو ليف ذا سيل ان هي تخرج من السيل طب ليه؟ to keep the water balance to keep water balance عشان يحافظ على توازن الميه on both sides of the cell membrane على كلا جانبين السيل ميمبرين ما يحصلش ان السيل لو دخل فيها ميه كتير تنتفخ وتنفجر فبيقول الميه الزياده يحصل لها ايه leave the cell لو سمحتي غدر السيل اطلعي بره السيل to keep water balance عشان يحافظ على توازن الميه on both sides on both sides على كلا الجانبين of the cell membrane طب افرض الخلية بقى دخل فيها ميه بزياده قوي if too much water too much water ميه كتير قوي انتر the cell ايه اللي يحصل؟ في الحاله دي السيل ويل سويل سويل تنتفخ هتتنفخ كده زي البالونه and burst burst يعني تنفجر طب احنا عشان نشوف السيل محتاجين ايه؟ محتاجين جهاز مهم قوي اسمه مايكروسكوب عشان نشوف السيل اللي احنا عيننا ما تشوفهاش محتاجين جهاز مهم قوي اسمه مايكروسكوب. هل الجهاز ده يعني هو موجود دلوقتي متطور ولا مر بمراحل تطور؟ ده مر بمراحل تطور كبيره قوي. اول واحد عمل مايكروسكوب بدائي كان عالم اسمه ساينتيست اسمه روبرت هوك. روبرت هوك ده اول واحد عمل مايكروسكوب. والميكروسكوب بتاعه كان بدائي جدا. بص عامل ازاي؟ الميكروسكوب بدائي جدا ولكن قدر يشوف بيه السل. كان امتى الكلام ده؟ ان 1665 1665 he used اللي هو روبرت هوك العالم روبرت هوك، he used هيز invented مايكروسكوب استخدم الميكروسكوب اللي هو اخترعه ده to observe عشان يقدر يشوف تو small particles of the plant parts يشوف بالاجزاء الصغيره قوي من النبات. اجزاء صغيره قوي من النبات. ولما شاف الاجزاء دي عمل ايه؟ He named these tiny particles قال على الاجزاء الصغيره دي لقب the cell. قال عليها اسمها الخليه. يبقى السمول بارت دي قال عليها the cell. طيب he was اللي هو روبرت هوك هو اول first person to use the word the cell. يبقى اول واحد استخدم كلمه cell هو مين؟ روبرت هوك. لان هو يعتبر من اول الناس اللي عرفوا يشوفوا ال ولكن مع تطور الزمن ومع مرور الزمن بدأ العلماء يتطوروا في الميكروسكوب. لما يتطوروا في الميكروسكوب بدأوا يشوفوا أجزاء صغيرة جدا جوه السلم روبرت هوك ما كانش قادر يشوفها. امبروفد مايكروسكوبس تطور الميكروسكوبات هاف allowed ساينتستس سمح للعلماء تو ديسكفر نيو سينجز إنهم يكتشفوا أشياء جديدة. طيب يا ترى الميكروسكوب إيه أهميته؟ بتستخدمه في إيه؟ لو أنت عندك ميكروسكوب هتشوف بايه العلماء بيستخدموهم بايه uses of microscope استخدام الميكروسكوب. الميكروسكوب it's used to see very small objects بشوف بيه الاجزاء الصغيره جدا بشوف بيه الاشياء الصغيره جدا كمان اهم شيء it magnifies cells magnifies cells يعني انت لما تحط السيلز تحت الميكروسكوب وتبص في الميكروسكوب هو بيكبر السيلز بيكبر الخلايا الصغيره قوي هي حجمها صغير هو بيكبرها فبتقدر تشوفها it magnifies cells بيكبر السيلز ذات كانت بي سين باي اي اللي انت ما بتشوفهاش بعينيك طب يا ترى ايه الاستراكشر اوف مايكروسكوب ايه تركيب المايكروسكوب بيتكون من ايه سريعا كده هنا دي كده العدسه اللي احنا بنشوف بيها اسمها اي بيس اي بيس انت بتبص من هنا متوصله بتيوب تيوب انبوبه والانبوبه دي متوصله بمجموعه عدسات هي اللي بتشوف الخلايا مجموعة العدسات دي اسمها Objective Lenses Objective Lenses عدسات شيئية وهنا الأنبوبة دي والأي بيز بتتحرك عشان نظبط بيها الصورة تبان واضحة بواسطة زرارين هنا في الجنب واحد اسمه كورس فوكس كورس فوكس اند فاين فوكس فاين فوكس كورس فوكس وفاين فوكس دول بنستخدمهم عشان نظبط الصوره تبان ان هي كلير المقبض الكبير والمقبض الصغير وتوصلين هنا بارم طب يا ترى احنا بنحط السيلز فين بنحطها هنا دي الجزء ده اسمه ستيج ستيج دي المنصه اللي احنا بنحط فيها السيلز طيب هي تبان مظلمه محتاجين نور عشان محتاجين نور دي مرايه بتعكس النور على الخليه فتقدر انت تشوفها دي المونيتور المونيتور او ميرور الومينيتور او ميرور بمعنى حاجه مضيئه كده قطعه مضيئه او ميرور مرايه ودي بيز اوف مايكروسكوب بيز اوف مايكروسكوب خلي بالك بس اهم شيء الاوبجكتيف لينسز دي دي مجموعه عدسات شيئيه ودول بظبط بيهم الصوره اللي هو كورس فوكس اند فاين فوكس عشان نقدر نشوف بلانسل هتجيب نبات الانيون اللي هو البصل وهتشيل منه كده غشاء رؤية شفاف غشاء رؤية شفاف وهتقدر تحطه على شريحة ازاز وتحط عليه الكفر بتاعه وتبدأ تبص كده في الميكروسكوب How to use the microscope ازاي نستخدم الميكروسكوب 1. Put the thin membrane هات الغشاء الرؤية قوي الموجود في الأونيون الموجود في البصل حطه on the stage على المنصة هنا تحط طبعا على شريحة ازاز وحطه على المنصة stage زين كفر ايت وحط عليه كفر سليب يعني غطاء زجاجي يبقى من تحت ازاز وعليه كفر كمان من الازاز والشريحه في النص نمبر 2 هل انت في الحاله دي هتشوف الصوره واضحه؟ لا مش هشوف الصوره واضحه طب اعمل ايه في الحاله دي؟ روتيت ابدا انك تحرك كورس فوكس اند فاين فوكس كورس فوكس اند فاين فوكس ابدا حرك الاثنين دول كورس فوكس والفاين فوكس اللي هم الزرارين دول او المقبضين دول to see clear image عشان تشوف تبدا تشوف الصوره واضحه to see clear image عشان اقدر اشوف الصوره واضحه بانت قدامك الصوره واضحه تمام بس انا شايف الخلايا صغيره شايف الخلايا صغيره يبقى خلاص سيب الكورس فوكس والفاين فوكس وابدا دور على مجموعه العدسات دي مجموعه العدسات دي تسمى ماجنيفاين مجموعه العدسات دي اسمها objective lenses objective lenses اللي هي عباره عن العدسات الشيئيه ودي مجموعه عدسات ليها قوه تكبير مختلفه يعني كل عدسه بتكبر بطريقه مختلفه you can change ابدا غير العدسات you can change magnifying power ابدا غير قوه التكبير بتاع الاوبجكتيف لينسز بتاع العدسات الشيئيه دي طيب لو انا استخدمت عدسه بقوه تكبير صغيره يعني ما تكبرش قوي by using لو انت استخدمت الاوبجكتيف لينز وكانت بلو باور لو باور يعني قوه التكبير بتاعتها قليله يو ويل سي ذا سيل ان سمول سايز هتشوف السيلز حجمها صغير سمول سايز زي ما احنا شايفين كده حجمها صغير طب انا لو استخدمت عدسه شائئة ليها قوه تكبير اعلى هل ممكن اشوف السيلز حجمها اكبر شويه؟ اه طبعا باي يوزنج لو انت استخدمت هاي باور اوبجكتيف لينز High power objective lens يعني عدسه شيئيه لها قوه تكبير اعلى. You will see the cell in bigger size هتشوف السيل حجمها اكبر شويه بالمنظر اللي قدامنا ده bigger size. Cell Parts. Cell Parts يعني اجزاء الخليه. مكونات الخليه. يا ترى الخليه بتتكون من ايه؟ ايه هي مكوناتها؟ وكل مكون ايه وظيفته؟ الاول لازم نعرف ان الليفنج اورجانيزمس الكائنات الحيه ار كلاسيفايد اكوردنج تو نمبر اوف سيلز يعني الكائنات الحيه كلاسيفايد تقسم اكوردنج تو نمبر اوف سيلز حسب عدد الخلايا انتو تو تايبس وكنا خدناه قبل كده نمبر 1 يوني سيلولار اورجانيزمس يوني سيلولار اورجانيزمس كائنات وحيده الخليه نمبر 2 مالتي سيلولار اورجانيزمس multi organisms كائنات متعدده الخلايا فاحنا عارفين ان الـ Living organisms two types according to number of cells حسب عدد ال Number one unicellular organisms, number two multicellular organisms. وعرفنا ان الـ Unicellular organisms they are organisms هي الكائنات that made up of تتكون جسمها من only one cell. one cell يعني كل جسمها عباره عن كم cell one cell only. من اللي عندنا بكتيريا. الاكزامبل بكتيريا. فالبكتيريا ككائن حي يوني سيولر because its اتس consists of اوف وان اما المالتي organisms كائنات متعدده الخلايا they are organisms that made up of more than one cell. يعني جسمها بيتكون من اكثر من خليه. جسمها بيتكون من اكثر من خليه ودي الكائنات المعقده. دي الكائنات اللي في التصنيف عاليه شويه For Example Humans الإنسان Animals الحيوان And Plants والنبات. دول أجسامهم بيتكونوا من مور ذان وان سيل عشان كده يقولوا عليهم اسمهم مالتي سيلولار organisms طيب يا ترى جسم الإنسان Human body جسم الإنسان تقريبا كده يتكون من كم سيل؟ Human body consists of 40 تريليون سيلز 40 تريليون سيلز من حوالي 40 تريليون خلية طبعا ده عدد مهول جدا عدد كبير جدا يبقى الهيومن بادي من المالتي سيلولار اورجانيزمز الهيومن بادي consists اوف يتكون من 40 تريليون سيلز 40 تريليون خلية طبعا الخلايا دي بتكون تيشوز والتيشوز بتكون وال- organs بتكون سيستمز نمبر 2 هل كل خلايا جسم الانسان كانيمال سيل كلها شبه بعض؟ لا مش كلها شبه بعض. دي مختلفة في الشيب، مختلفة في الشكل. لأن كل خلية ليها وظيفة مختلفة عن الثانية. فهنلاقي إن الهيومن بادي جسم الإنسان هاز ديفرنت شيبس، أشكال مختلفة، يحتوي على أشكال مختلفة أوف أنيمال سيلز، من الأنيمال سيلز. يعني دي أنيمال سيل ودي أنيمال سيل ودي أنيمال سيل. ولكن عشان كل واحدة ليها وظيفة مختلفة، فكل واحدة ليها شكل مختلف عن التاني. Muscle cells، Muscle cells اللي هي خلايا العضلات زي ما احنا شايفين كده تبقى خلايا طويلة شوية ومرنة. Brain cells، Brain cells اللي هي خلايا المخ ودي خلايا عصبية. دي خلايا عصبية. Blood cells، خلايا الدم زي الريد بلاد سيلز ودي وظيفتها إن هي بتحمل الأكسجين، كاري أكسجين. And bone cells بون سيلز وهي خلايا العظام ودي بتبقى ماسكه في بعضها جامد جدا وبتبقى قويه شويه. نمبر 3 احنا كنا واخدين قبل كده ان البادي جسم الليفنج اورجانيزم اي كان حي كونسيس يتكون من ديفرنت سيستمز يبقى البادي كونسيس اوف ديفرنت سيستمز بيتكون من اجهزه مختلفه. ايتش سيستم كل جهاز كونسيس اوف يتكون من ديفرنت organs. كل جهاز بيتكون من اعضاء مختلفه. number 3 each organ كل organ consists of يعني كل عضو بيتكون من different tissues different tissues معناها انسجه مختلفه ولكن each tissue النسيج consists of يتكون من similar cells similar cells يبقى النسيج الواحد بيتكون من خلايا متشابهه والorgan بيتكون من انسجه مختلفه والسيستم من organs مختلفه والبادي بيتكون من different system من اجهزه مختلفه انما في التشو وفي النسيج السيلز كلها are similar متشابهه. طيب يا ترى ايه هي المكونات الاساسيه للخلايا سواء كانت animal cell او plant cell؟ ايه المكونات الاساسيه الاجزاء الاساسيه للخلايا سواء كانت plant cell or animal cell؟ most animal cells and plant cells are composed of تتكون من main parts من اجزاء اساسيه. ايه هي المين بارت؟ إيه هي الاجزاء الاساسيه بتاعتها؟ سيل ميمبرين سيل ميمبرين اللي هو غشاء الخليه سايتوبلازم سايتوبلازم وهو السيل الموجود جوه اللي هو سايتوبلازم نيوكليوس نيوكليوس وهي النواه نيوكليوس اللي هي النواه وباقي اعضاء الخليه باقي العضيات اللي هي الاجزاء الصغيره اللي جوه الخليه تسمى كلها على بعضها كده اورجانيلز اورجانيلز اللي هي عضيات اورجانيلز اللي هي عضيات تصغير كلمة عضو يعني أجزاء صغيرة موجودة في السيلز عشان كده لما نيجي نشوف إيه تعريف الأورجانيلز أورجانيلز They are different tiny structures Different tiny structures يعني تركيبات صغيرة مختلفة Inside the cell توجد داخل الخلية طيب مع بعض كده ونشوف دي كده plant cell ودي animal cell يا ترى ايه الحاجات اللي موجوده فيهم هما الاثنين في البلانت سيل والانيمال سيل يعني مشتركه ما بينهم هما الاثنين عندهم سيل ميمبرين سيل ميمبرين او بلازما ميمبرين اللي هو غشاء الخليه او غشاء بلازمي هما الاثنين يحتوي على حاجه اسمها جولجي ابريتاس جولجي ابريتاس اللي هو عباره عن جهاز جولجي او جهاز جولجي نمبر 3 هما الاثنين يحتوي على نيوكليس نيوكليس وهي النواه نيوكليس وهي النواه نمبر 4 هما الاثنين بيحتوى على السيتوبلازم سيتوبلازم اللي هو السائل اللي جوه اللي هو هما الاثنين بيحتوى على اندوبلازميك ريتيكولم اندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الشبكه الاندوبلازميه هما الاثنين بيحتوى على نفس الشبكه اندوبلازميك ريتيكولم هما الاثنين بيحتوى على مايتوكوندريا مايتوكوندريا وهي الميتوكوندريا وهي دي اللي بتنتج الطاقه هنعرف كل ده بالتفصيل ولكن في حاجات موجودة في الـ plant cell ومش موجودة في الـ animal cell. present in plant cell and not present or absent in animal cell. يا ترى إيه اللي موجود في الـ plant cell and not found in animal cell؟ Number one cell wall، cell wall اللي هو جدار الخلية. وجدار الخلية ده موجود في الـ plant cell only، plant cell only. Number two chloroplasts. كلوروبلاست سيل <applause> بلاستيدات الخضراء اللي بتعمل غذاء دي موجوده في البلان سيل اونلي نمبر 3 ساب فاكيول ساب فاكيول اللي هي فجوه عصريه ساب فاكيول اللي هي فجوه عصريه دي بتبقى كبيره كده موجوده في البلان سيل وفي منها فاكيولز صغيره موجوده في الانيمال سيل تبقى واحده بس موجوده في البلان سيل كبيره اسمها ساب فاكيول اما موجود منها كذا واحده ميني عديد منها موجود في الانيمال سيل وبيبقى حجمها صغير ناخد كده حاجه حاجه كده ونشوف من اول السيل وول ونشوف كده ايه هي مكونات الخليه وكل مكون عباره عن ايه ووظيفته ايه ما ننساش ان كل العضيات اللي موجوده في الـ plant سيل او الانيمال سيل تسمى اورجانيلز اورجانيلز اللي هي العضيات they are different tiny structures عبارة عن تركيبات صغيرة مختلفة inside cells نبدأ نمبر 1 cell wall cell wall وعرفنا ان السيل وول موجود فين؟ ان بلانت سيل اونلي يعني موجود في البلانت سيل بس مش موجود في الانيمال سيل. سيل وول اللي هو جدار الخليه هو عباره عن ايه سيل وول؟ وبيتكون ماده ايه؟ وايه وظيفته؟ سيل وول نمبر 1 ات سراوندز ات سراوندز بلانت cell اونلي surrounds plant cell only يعني بيحيط بالبلان سيل فقط يعني present in plant cell and absent in animal cell موجود في البلان سيل from outside و absent غير موجود in animal cell number 2 هو بيتكون من مادة ايه it's made of يعني هو عبارة عن مصنوع من مادة ايه او هو ربنا خلقه من مادة ايه made of cellulose made of cellulose مصنوع من مادة تسمى cellulose ومادة السليلوز دي مادة بتكون قوية شوية مادة فيها قوة شوية عشان كده الفانكشن وظيفته it gives the plant cell a definite shape gives the plant cell a definite shape يعني بيعطي البلانت سيل الخلايا النباتيه definite shape شكل محدد عشان كده البلانت سيل ليها definite shape due تو presence of او due تو سيل وول بسبب وجود او بسبب السيل وول طيب هل الانيمال سيل cell عندها سيل وول؟ لا ما عندها سيل وول. It's not present. Not present or absent. غير موجود in animal cell. لذلك الانيمال سيل hasn't a definite shape. ليس لها شكل ثابت او شكل محدد. Number two. Cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. غشاء الخلية أو الغشاء البلازمي طيب يا ترى الغشاء البلازمي ده موجود فين؟ It's found in animal cell and plant cell It's found in animal cell and plant cell هو موجود في ال cell وفي ال animal cell ولكن خلي بالك هو موجود في ال plant cell بعد السيل وول بعد السيل وول لذلك مش هو الغلاف الخارجي ولكن في الانيمال سيل هو الغلاف الخارجي هو اللي بيحيط الانيمال سيل من الخارج عشان كده السيل ميمبرين اور بلازما ميمبرين ات surrounds ات surrounds يعني بيحيط ذا انيمال سيل فروم اوتسايد ات surrounds بيحيط بالانيمال سيل فروم اوتسايد بيحيط بالانيمال سيل من الخارج او عليه اوتر لايننج اوف ذا سيل اوتر لايننج يعني الجدار الخارجي او البطانه الخارجيه او الغشاء الخارجي للآنيمال سيل طيب يا ترى وظيفته ايه؟ سيل ميمبرين او بلازما ميمبرين ايه وظيفته؟ نمبر 3 It protects Protects the cell Protects the cell بيحمي Protects the cell بيحمي الخلية عامل زي حراس المدينة او الحراس الموجودين في مكان يبقى Protects the cell And surrounds surrounds وبيحيط بالسايتوبلازم سيتوبلازم هو الليكويد الموجود جوه السائل الموجود جوه هو بيحيط بيه الليكويد كل الليكويد الموجود جوه هو بيحيط بيه يبقى سراوند ذا سايتوبلازم ولكن اهم وظيفه ليه اهم وظيفه اهم فانكشن اهم وظيفه للسيل ميمبرين او بلازم ميمبرين ان هو ات كنترولز ات كنترولز هو اللي بيتحكم او هو اللي ريجوليتس ينظم سبستانسز المواد ذات انتر اور ليف ذا سيل التي تدخل او تخرج من السيل يبقى ات كنترولز هو اللي بيتحكم سبستانسز في المواد ذات انتر اور ليف ذا سيل اللي هي بتدخل الخليه او تخرج من الخليه ثرو من خلال فيتشر خاصيه عنده تسمى selective permeability. selective permeability معناها النفاذ الاختياري يعني هو اللي بيقدر يعدي الحاجات اللي محتاجاها الخليه او بيتحكم في المواد اللي ممكن تخرج من الخليه هو اللي يقدر يقول مين اللي يخش جوه الخليه او مين يخرج جوه الخليه عن طريق فيتشر خاصيه عنده تسمى selective permeability يعني النفاذ الاختياري يبقى السلممبرين او بلازما مبرين فاوند ان انيمال سيل اند بلانت سيل موجود هما الاثنين ولكن surround this animal cell from outside بيحيط بالانيمال سيل من الخارج لذلك يعتبر هو الاوتر لايننج اوف ذا سيل هو الغشاء الخارجي او الجدار الخارجي للانيمال سيل بروتكت ذا سيل بيحمي السيل سراوند سيتوبلازم وبيحيط بالسيتوبلازم اهم وظيفه ليه ان هو كنترولز ات كنترولز بيتحكم سبستانسز في المواد that enter or leave the cell التي تدخل وتخرج من الخلية through so من خلال خاصية مهمة feature خاصية تسمى selective permeability selective permeability معناها النفاذ الاختياري طب يا ترى الليكويد اللي جوه اسمه ايه؟ ايه السائل الموجود داخل الخلية؟ يسمى سايتوبلازم سايتوبلازم وهو السايتوبلازم او هو الليكويد الموجود inside the cell السائل الموجود داخل الخليه. يا ترى السائل ده بيكون سائل عامل ازاي؟ بيكون جيلاتينس ليكويد جيلاتينس ليكويد جيلاتينس ليكويد وهو سائل جيلاتيني جيلاتينس ليكويد زائل جيلاتيني او سائل هلامي سيك ليكويد يعني بيكون سائل سميك شويه يعني ما بيكونش سائل كده عامل زي الميه بيكون سميك شويه يبقى اتس جيلاتينس ليكويد سائل جيلاتين او سائل هلامي او سيك ليكويد عامل زي بياض البيض اللي هو لسه ني. ان ويتش اللي فيه وهذا السائل ان ويتش اورجانيلز يعني ايه اورجانيلز قلنا؟ قلنا العضيات يعني كل الحاجات اللي موجوده داخل السيل أورجانيلز يعني اول بارتس اوف ذا سيل فلوت بتبقى موجوده فيه تسبح فيه موجوده فيه معلقه فيه. لذلك السيتوبلازم ات سبورتس it supports هو بيدعم أو هو اللي شايل the organelles العضيات اللي جوه it supports the organelles هو اللي بيدعم العضيات الموجودة موجودة فين داخل السلز العضيات موجودة وبتسبح في السيتوبلازم number 4 نيوكلياس نيوكلياس وهي النواة والنواة تعتبر هي المدير هي المدير بتاع الخلية يعني دي هي مركز التحكم بتاع الخلية لذلك النيوكليوس أولا هي موجودة فين في الخلية في الغالب it's often في الغالب located at the center of the cell في الغالب بتكون موجودة في مركز في مركز الخلية أو في منتصف الخلية يبقى it's often located في الغالب توجد at the center of the cell في منتصف الخلية أو في مركز الخلية طب وظيفتها إيه؟ إيه أهميتها؟ هي مركز التحكم هي دي اللي بتتحكم في كل انشطه الخليه it controls it controls يعني بتتحكم all the cell activities في جميع انشطه الخليه it controls يعني اللي بتتحكم all the cell activities في جميع انشطه الخليه أزاي زي ايه formation of proteins formation of proteins عمليه ان الخليه تنتج البروتين formation of protein يعني عمليه انتاج البروتين and cell division cell division to form new cells cell division معناها انقسام الخلية احنا عرفنا ان الخلية ممكن تنقسم والخلية لما تنقسم مين اللي بيتحكم في عملية الانقسام cell division هي النيوكليوس النواة يبقى cell division to form new cells cell division to form new cells دي النيوكليوس لو جينا بصينا على الميتوكوندريا ميتوكوندريا والميتوكوندريا وهي تسمى الميتوكوندريا اللي هي مراكز انتاج الطاقة مراكز انتاج الطاقة يا ترى السل محتاجة انرجي طبعا السل محتاجة انرجي عشان السل تظل على قيد الحياة محتاجة انرجي طب الانرجي بتاعتها بتجيبها ازاي عن طريق الفود خصوصا الشجر فود اللي هو الطعام خصوصا الشجر يعني الطعام اللي بيخش لها هنا نيوتريانتس المواد الغذائية خصوصا الشجر مع الأكسجين هما الاثنين لما يخشوا داخل الميتوكوندريا الميتوكوندريا تقدر تطلع منهم انرجي تقدر تطلع منهم انرجي عشان كده عشان كده لو جينا بصينا على شكل الميتوكوندريا بشكل مكبر الميتوكوندريا كده بشكل مكبر ده منظرها ده شكلها طيب الميتوكوندريا زي ار ذا باور هاوس باور هاوس اوف ذا سيل هي مراكز إنتاج الطاقة في السل. باور هاوس of the cell هي مراكز إنتاج الطاقة في السل في الخلية. الميتوكوندريا they provide. provide هي اللي بتعطي هي اللي بتمد ذا cell with energy. provide the cell with energy يعني بتمد الخلية بالطاقة عن طريق عملية تسمى cellular respiration. cellular respiration process عملية التنفس الخلوي وعملية التنفس الخلوي بتتم من لما بيخش nutrients المواد الغذائية أو الفود خصوص خصوصا الشوجر بيخش داخل الخلية والأكسجين بيخش داخل الخلية هما الاثنين بيتجمعوا هنا في الميتوكوندريا تقدر الميتوكوندريا بروديوس تقدر ان هي بروديوس انرجي اللي هي تنتج الطاقه يبقى الميتوكوندريا زي ار باور هاوس هي مراكز انتاج الطاقه اوف ذا سيل زي provide the cell with energy هي اللي بتدي السيل الطاقة عن طريق عملية تسمى cellular respiration process في حاجة بقى مهمة جدا 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 تسمى endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum وهي الشبكة الاندوبلازمية وهي الشبكة الاندوبلازمية والشبكه الاندوبلازميه دي حاجه مهمه جدا داخل السل. طب دي يا ترى بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ دي هي اللي بتبني الخلايا وبتقوم باصلاح الخلايا. تاني هي اللي بتبني الخلايا وبتقوم باصلاح الخلايا اي تلف في الخليه. وبتستخدم البروتين البروتين اللي هو البروتين اللي بينتج داخل الخلايا to build and repair the cell عشان كده هي البروتين البروتينز اللي هو البروتينات اللي بتنتج داخل الخلايا to build في بناء and repair واصلاح السل طب اندوبلازميك روتيكولم دي دي يا ترى عباره عن ايه وبتعمل ايه؟ it helps helps بتساعد in assembling or collecting assembling or collecting بمعنى تجميع and transporting ونقل البروتينز البروتينات ولكن داخل السل يعني بتنقل البروتين اللي اتكون داخل السل طب بتعمل ايه بالبروتين؟ to build and repair the cell to build and repair the cell في عمليه بناء واصلاح الخليه عشان كده الاندوبلازميك غريتيكولوم اجين اندوبلازميك غريتيكولوم الخليه الاندوبلازميه الخليه الاندوبلازميه دي ليها وظيفه مهمه جدا it helps in assembling or collecting في تجميع and transporting protein تجميع ونقل البروتين داخل الخلية to build and repair the cell في بناء وإصلاح الخلية في بناء وإصلاح الخلية number 7 جولجي ابريتاس جولجي ابريتاس وهو جهاز جولجي او جهاز جولجي جولجي أبريتاس جهاز جولجي. جهاز جولجي ده بقى ده ليه وظيفه مهمه جدا. لو جينا بصينا ده كده جولجي أبريتاس اللي هو جهاز جولجي ودي الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الشبكه الاندوبلازميه. طيب الشبكه الاندوبلازميه كانت بتنقل البروتين فين؟ داخل السيل وبتعمل ايه بالبروتين to build and repair the cell في بناء واصلاح الخليه. اما الجولج ابرتس ده بقى بيعمل ايه بقى ده بقى بيعمل هيلبس ان باكينج باكينج بمعنى بيغلف اند ترانسبورتنج ونقل باكينج اند ترانسبورتنج في تغليف ونقل ديفرنت ماتيريالز او ديفرنت فود يعني المواد المختلفه بتوين سيلز بين الخلايا وبعضها يعني ده اللي بيوصل المواد من خليه الى اخرى بيوصل المواد سواء كانت مواد غذائية أو أي مواد تانية ما بين الخلايا وبعضها يعني بينقل المواد من خلية إلى خلية أخرى إند outside the cell وخارج الخلية تاني الفرق بين جولج أبريتس وإندوبلازم reticulum إندوبلازم reticulum اللي هي الشبكة الإندوبلازمية دي كانت ترانسبورت بروتين بتنقل البروتين to build and repair the cell في بناء واصلاح الخليه اما الجولج أبريتوس ده بيتعامل بين الخلايا وبعضها بينقل المواد خارج الخليه الى خليه اخرى يبقى يتهلبس ان باكينج هيلبس ان بيساعد في عمليه تغليف اند ترانسبورتنج ونقل ديفرنت ماتيريالز المواد المختلفه بين سيلز بين الخليه وبعضها وخارج الخليه كلوروبلاستس والكلوروبلاست دي البلاستيدات الخضراء موجوده في البلان سيل اونلي بلانت سيل اونلي وكنا واخدينها من السنه اللي فاتت ان هي ب... هي اللي بتعمل الفود باي فوتو بروسيس بعمليه البناء الضوئي طيب مع بعض كده ونشوف واحده واحده كلوروبلاست موجوده فين ادي الكلوروبلاست دي كده الكلوروبلاست دي البلاستيدات الخضراء طب دي دي عباره عن ايه دول عباره عن ايه دول عبارة عن ميتوكوندريا دي النيوكليوس اندوبلازمك ريتيكولم ده جولجي ابريتاس نتكلم على كلوروبلاستس يا ترى كلوروبلاستس فاوند فين موجودة فين؟ زي ار فاوند ان بلانت سيل اونلي زي ار فاوند ان موجودين ان بلانت سيل اونلي في الخلية النباتية فقط أكيد مش موجودين في الأنيمال سيل نمبر 2 زي كونتين الكلوروبلاست زي ما احنا شايفين دي كده كلوروبلاست كبيرة شوية زي كونتين تايني جرين granules تايني جرين granules يعني حبيبات خضراء صغيرة اللي جوه اللي جوه الكلوروبلاست زي كونتين تايني جرين granules تحتوي على حبيبات خضراء صغيرة وتشهاب جرين كالر لها لون أخضر طيب الحبيبات دي ليه لونها أخضر والكلوروبلاست ليه لونها أخضر بيكون زي كونتين تحتوي على جرين بيجمنت جرين بيجمنت بمعنى صبغة لونها أخضر كول تسمى كلوروفيل كلوروفيل صبغة الكلوروفيل ودي الصبغة الخضراء طيب الكلوروفيل ده بيعمل إيه اللي موجود جوه الكلوروبلاست كلوروفيل أبسورب هو اللي بيمتص إنرجي أوف sunlight إنرجي أوف لايت هو اللي بيمتص طاقة ضوء الشمس وطاقة ضوء الشمس بيستخدمها في إيه؟ كلوروبلاستس هيلب ذا بلانت تو ميك اون فود to make own food إن النبات يصنع غذاؤه بنفسه by photosynthesis process. Photosynthesis process اللي هي عملية البناء الضوئي. يبقى الكلوروبلسس هيلبس ذا بلانت تو ميك اتس اون فود by photosynthesis process. Because زي contain كلوروفيل. والكلوروفيل اللي هي green pigment اللي هي الصبغة الخضراء دي absorb energy of sunlight. ساب فاكيول ساب فاكيول فجوة عصرية فجوة عصرية فجوة مكان كده يعتبر مخزن موجود داخل السل موجود وان ساب فاكيول فجوة عصرية كبيرة موجودة في البلانت سل وموجود منها ميني فاكيولز فجوات صغيرة في الانيمال سيل يبقى هي وان بيك ساب فاكيول فجوة عصرية كبيرة في البلانت سيل وميني فاكيولز وفجوات صغيره موجوده في الانيمال سيل يا ترى السب فاكيول ايه وظيفتها وهي عامله ازاي سب فاكيول عباره عن ساك لايك عامله زي الشنطه او الكيس مكان فاضي ذات ستورز هي المخزن بتخزن ايه يا ترى نيوتريانتس بتخزن المواد الغذائيه اللي محتاجها النبات والووتر والمياه نيوتريانتس اند ووتر ان ذا سيل وكمان لو الخليه افرزت بعض الويستس الفضلات هي برضو بتخزنها جواها لحين التخلص منها يبقى هي stored nutrients water and wastes stores بتخزن nutrients المواد الغذائيه والووتر والمياه والويستس واللي هي الفضلات ان <applause> the cell. طيب لو جينا نعمل مقارنه ما بين سيل كنظام وما بين مدينه صغيره كنظام يعني لو عملنا بلانينج او ديزاينينج ا سيل سيتي، بلانينج او ديزاينينج ا سيل سيتي، يعني تصميم مدينة كانها زي الخلية، زي الخلية بالظبط. لو جينا نشوف ايه أوجه التشابه ما بين مدينة صغيرة وما بين الخلية من حيث المكونات. مع بعض كده ونشوف واحدة واحدة. لو دي قدامنا مدينة صغيرة، مدينة صغيرة اهي قدامك. ليها جدار من برة، سور، ليها حرس، ليها عمال بناء زي ما احنا شايفين. ليها محطه توليد كهرباء، ليها مصنع لانتاج الغذاء، ليها اداره كامله، مركز تحكم، فيها ستور هاوس، مخزن، مكان للتخزين. ونيجي نقارن ما بينها وما بين مكونات السل. طيب نشوف كده التشابه ما بين السل ستراكشر تركيب السل والسيت ستراكشر تركيب المدينه. نمبر 1 النيوكلس اللي موجوده في السل يقابلها ايه هنا في المدينه؟ سيتي هول سيتي هول اللي هو مركز التحكم الرئيسي في المدينه مركز اداره المدينه نمبر 2 سيل ميمبرين سيل ميمبرين غشاء الخليه او بلازما إمبرين يقابله هنا في المدينه جاردز 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 هم الحراس ات ذا سيل عند البوابه الجاردز هم ده الحراس الموجودين اللي بيتحكموا في المواد اللي بتدخل وتخرج هنا بيتحكموا في الناس اللي هتخش وتطلع ميتوكوندريا ميتوكوندريا ودي مركز انتاج الطاقه في الخليه يقابلها ايه هنا في السيتي الكتريك باور ستيشن الكتريك باور ستيشن هي محطه توليد الكهرباء دي بروديوس انرجي اللي بتطلع الطاقه اندوبلازميك ريتيكلم اندوبلازميك ريتيكلم اللي هي الشبكه الاندوبلازميه يقابلها كونستراكشن وركرز كونستراكشن وركرز اللي هم عمال البناء اللي بيقوموا ببناء الخليه او اصلاح التالف او الحاجه اللي بايظه في المدينه. دول بيقوموا ببناء المدينه او اصلاح اي جزء تالف موجود في المدينه. جولجي ابريتاس جولجي ابريتاس اللي هو جهاز جولجي ده يقابله بوست اوفيس مكتب البريد ومكتب البريد بوست اوفيس ده اللي بينقل اي حاجة عاوزين نطلعها خارج المدينة. عاوزين ننقل مثلا شيء معين، اي حاجة نوديها لحد خارج المدينة، مين اللي يقدر ينقلها؟ بوست اوفيس. فاكيول. فاكيول اللي هي الفجوة، ده مكان التخزين يقابله ستور هاوس. ستور هاوس اللي هو المخزن الموجود في المدينة. سيل وول. سيل وول اللي هو جدار الخلية يقابله ستون وول. ستون وول سراوندنج ذا سيتي. اللي هو عبارة عن الصور الذي يحيط بالمدينة كلوروبلاست كلوروبلاست اللي بلاستس البلاستيدات الخضراء ودي مركز إنتاج الغذاء في السيل يقابله فود فاكتوري فود فاكتوري اللي هو مصنع إنتاج الغذاء طيب في نوع من العلماء يسمى سيل بايولوجيستس سيل بايولوجيستس وهم علماء الخليه cell biologists هم علماء الخليه علماء الخليه دول عباره عن ايه the ار scientists هم العلماء who study cells العلماء الذين يقومون بدراسه الخليه ومكوناتها cell biologists بيدرسوا الخليه by using باستخدام الميكروسكوب الميكروسكوب to magnify cells عشان يقدروا يكبروا الخليه ويعرفوا مكوناتها طيب cell biologists do experiments بيعملوا تجارب to study بيعملوا تجارب على الخلايا to study عشان يدرسوا How cells work body. ازاي الخلايا دي هي اللي بتشغل الجسم؟ ازاي بتشتغل مع بعضها وازاي بتشغل الجسم كامل؟ وHow cells respond to environment او respond to other factors؟ ازاي ان السيلز دي ان هي بتستجيب لاي عامل خارجي؟ سيل scientists work ويز شغلهم مع مين؟ نمبر 1 ويز دكتورز بيحبوا يشتغلوا مع الدكاترة او الدكاترة هم اللي بيحتاجوهم. to repair عشان هما الاثنين سواء الدكتورز مع السيل بيولوجيست اللي هما بيعملوا على ريبير اصلاح البادي بارتس اصلاح اجزاء الجسم ويز ميديسين بالدواء احنا بنختبر الدواء ونعرف الدواء ده تاثيره ايه على خلايا الجسم هل هيقوم باصلاح خلايا الجسم ولا لا مين اللي بيعمل كده دكتورز ويز سيل بيولوجيست يبقى سيل بيولوجيست وورك ويز بيشتغلوا مع مين ويز دكتورز to repair body parts عشان عملية إصلاح أجزاء الجسم with medicine بالأدوية. نمبر 2 كمان بيشتغلوا in agriculture. agriculture اللي هو عبارة عن الزراعة to study how plant cells عشان يدرسوا مع علماء الزراعة ازاي البلانت سيلز اللي هي خلايا النبات respond to environment بتستجيب للبيئه درجه حراره عاليه درجه حراره منخفضه نقص مياه وفره مياه ازاي ان هي بتستجيب للبيئه اللي حواليها. ولكن لو جيت فحصت معظم السيلز تحت الميكروسكوب هتلاقي معظم السيلز بتكون كلير اند colorless يعني شفافه تعتبر عديمه اللون زي كده الميمبرين الغشاء بتاع الاونيون بتاع نبات البصل ده غشاء شفاف انت مش عارف تشوف السيلز لذلك نلجا لعمليه مهمه تسمى ستاننج سيلز stunning cells وهي عملية صبغ الخلايا نحط الصبغ على الخلايا عشان نشوف الخلية تحت الميكروسكوب stunning cells طيب stunning cells بتتم إزاي؟ most cells معظم الخلايا are clear and colorless clear and colorless يعني شفافة وعديمة اللون so it's hard من الصعب to see cell components under microscope صعب انك تشوف مكونات الخلايا او الخليه دي تحت الميكروسكوب لذلك سو وي ماست ستين او داي سيلز يجب ان احنا نقوم بصبغ الخليه بيفور examining قبل ما نفحصها اندر ميكروسكوب تو سي عشان نعرف نشوفها ايه اشهر صبغه عندنا بنستخدمها في صبغ الخلايا ميسيلين بلو ميسيلين بلو اتس ا داي او ستين داي او ستين ذات بوت اون cells بنحطها على السيلز تو as ذا area از بلو الخليه دي محطوط عليها الميسيلين بلو اللي هو ازرق الميسيلين ودي لما جينا حطيناها عليها بانت الخليه باللون الازرق ولكن لما نيجي نشوف كده النيوكليس بانت او باللون الازرق الغامق يبقى لما نحط الميسيلين بلو على السيلز بنقدر to see ذا cell بنشوف السيل وكمان تو سي ذا نيوكلاس نقدر نشوف النيوكلاس باللون بلو كبلو اريا كمنطقه زرقاء العلماء لجوا بعد كده ان هم قدروا يعملوا نموذج مجسم للسل او صوره ثلاثيه الابعاد سيل ان 3 دي picture. سيل ان 3 دي picture يعني الصوره ثلاثيه الابعاد للسل طيب قدروا ازاي يعملوا صورة ثلاثيه الابعاد للسيل باستخدام الميكروسكوب ده الميكروسكوب ده اسمه 3D ميكروسكوب 3D ميكروسكوب يعني ميكروسكوب الكتروني ثلاثي الابعاد 3D microscopes it's a device or a that helps scientists بيساعدوا العلماء to see نقدر احنا نقدر نشوف طب الخليه من فوق سايد جوانب الخليه كلها and layers of cells، وكل اجزاء الخليه يبقى yeah, device that help scientists to see top sides and layers of cells طيب ازاي بيقدروا يعملوا صورة ثلاثية الأبعاد للسل نمبر 1 3D microscope اللي هو مايكروسكوب ثلاثي الأبعاد ده takes pictures of cell in layers بياخد صور عديدة للسيلز صور عديدة للسيلز زين بعد كده بندخل الصور دي للكمبيوتر كمبيوتر بوتس ذيس لايرز بيحط الصور العديده دي الطبقات دي together معا ثم 3, فاينلي colors are added العلماء بيحطوا او الكمبيوتر بيحط الالوان على مكونات الخليه to the formed image لهذه الصوره يا ترى الصوره ثلاثيه الابعاد للسل هل ساعدت العلماء؟ طبعا دي لها اهميه كبيره importance ايه اهميتها؟ help cell scientists بتساعد علماء الخليه to learn more about it. to learn ان هم يتعلموا اكثر about cell components، يتعلموا اكثر عن مكونات الخليه and how they, they divide وكيفية انقسامها. طبعا لما تبقى قدامك صوره على شاشه الكمبيوتر افضل بكتير من صوره تحت الميكروسكوب. الصوره دي بتبقى اوضح بكتير. يبقى 3 دي بيكتشر cell in 3 دي بيكتشر هيلب سيل scientists دبل سايد العلماء to learn more about cell components. اللي هم يعرفوا أكتر عن مكونات السل اند and how they divide انقسامها كمان help doctor ده ساعدوا العلماء جدا to treat اللي هي بعض الأمراض زي الـ cancer اللي هو مرض السرطان